الأمهات هم البطلات الحقيقيات في حياتنا، مش بس لأنهم السند في حياة أولادهم، لكن لأنهم البطل الخفي ورا كل بطل وبطولة. والنهاردة إحنا معانا بطلة من بطلات النادي اللي بتيجي مع أولادها كل يوم وتبقى موجودة معانا وبتقضي تقريباً اليوم كله في النادي بأولادها، وهتحكي لنا عن معاناتها. وعلشان كده إحنا بنعمل للأمهات اللي زيها برنامجنا ده البطولة أمهات. النهاردة بطلة قوية جدا من الأمهات الأبطال اللي موجودين في النادي الأهلي، نتعرف بيكي. مدام هبة عضوة في النادي الأهلي، عندي من الأولاد 5 أولاد، منهم 3 الحمد لله أبطال في النادي الأهلي. عندي صالح وساجدة وسارة، كان عندي نريمان بس بطلت عشان ثانوية عامة وكلية، كان عدم تفوق وتوافق في المواعيد. الحمد لله الحمد لله اجتازوا حاجات كتيره جدا. صالح خد بطوله القاهره، جاب تاني وجاب وبيلعب طبعا تنشيطيه وحاجات كتيره، والحمد لله كلهم بيكسبهم. عندي ساجده الحمد لله باليرينا كبيره ما شاء الله بفضل مجهود الكباتن معاها. عندي ساره بطله، خدت بطله القاهره وخدت بطله الجمهوريه الحمد لله في العاب القوه ما شاء الله عليهم. عندي احمد بقى بس ما بيلعبش للاسف هنا، بيلعب في حته ثانيه بس برضك بطل. بس انا بقول لك على موجودين معانا في النادي ما شاء الله، النادي الحمد لله وفر لنا حاجات كتيره. كفايه ان النادي يعتبر بيتنا الثاني، احنا قاعدين فيه مستمرين الحمد لله بفضل ربنا، يعني الحمد لله على اولادي ما شاء الله عليهم. انا فخوره بالنادي وفخوره باولادي انهم في النادي. احنا اللي فخورين بيكي. عايزينك تكلمينا وتعرفينا ليه اخترتي لصالح لعبه الكاراتيه؟ بص، هو صالح كان الاول في سباحه، لما لقيتوش مش حابب السباحه قوي ومش عايز يستمر فيها، فجيت هنا في الكاراتيه، ولما لقيته حابب الموضوع ففضلت معاه والحمد لله مستمرين لحد الان. لان لقيت امكانيات الكاراتيه حلوه قوي قوي، بتدي مساحه حلوه، مع انه اللعبه بتاعته لعبه قتاليه على فكره، يعني فيها اصابات، فيها ساعات بنروح معيطين، ساعات بنروح مبسوطين، بس هي اللعبه في حد ذاتها بتدي للعيل قوه وثقه في النفس. النادي الاهلي في الكاراتيه هو اكبر نادي في العالم بدون اي احصائيا، اكبر نادي في العالم من حيث عدد اللاعبين والمدربين والجهاز الفني، من حيث عدد الانجازات ومرات التتويج. دي اكبر مؤسسه فيها نشاط كاراتيه في العالم، وده الكلام ده مش حديث، ده الكلام ده من 7 سنين على الاقل. بالنسبه لمصر الحمد لله احنا بقالنا فوق العشر سنين 12 سنه محتكرين كل دروع الدوري بدرجاته، محتكرين كل مسابقات الناشئين، بنحصل على المركز الاول على الاقل بدبل سكور عن الثاني. ده فيما يخص رياضه الكاراتيه كنتائج وكممارسه وكنشاط وكاداره. الكاراتيه مش مجرد لعبه رياضيه، الكاراتيه اسلوب حياه، وسيله تربيه، بتنشئ علاقات اجتماعيه، بتهذب فيها سلوك الفرد. ولادنا في الكاراتيه على مر الاجيال النهارده هم في مناصب وزاريه، مش واحد، اكتر من واحد. يعني افخر ان الاستاذ الدكتور اشرف صبحي احد لاعبي الكاراتيه. فاللعبه دي طلعت وهتطلع كتير قوي لسه بدري. حاجه يمكن ما حدش ياخد باله منها، ايه سر تفوق الكاراتيه كرياضة في مصر؟ الستات هم سر التفوق. الستات اللي أنا بتكلم عليهم الأمهات اللي بيجروا ورا أولادهم، بيودوهم التمرين، بينيموهم بدري، وفروا لهم وقت، بيذاكروا لهم، بيوكلوهم، بيغسلوا هدومهم. الستات هم الأبطال الحقيقيين ورا لعيبة مصر في الكاراتيه. الستات كلاعبات هم ليهم النصيب الأكبر من عدد الميداليات الدولية، سواء عربي أفريقي دولي عالم،
مصنفة الأولى على العالم لعيبة النادي الأهلي جيانا فاروق. تكلمينا عن ايه الصعوبات اللي بتواجهيها لما بتيجي بصالح، وايه التجهيزات اللي بتجهزيها له عشان تخليه يجتاز الصعوبات دي، وبتدعميه ازاي وبتكوني معاه كأم وصحبه وداعم وساند ليه؟ فعايزاكي تكلمينا عن الموضوع ده. بصي صالح، عشان اخر العنقود فانا دايما ببقى حافز جامد جدا لي، لان انا الوحيده اللي ببقى معاه في التمرينات. فاحنا ايام الدراسه بتبقى الموضوع صعب شويه، ومش شويه كتير، لان انت بتيجي من المدرسه يا دوبك ينزل من الباص، يا دوبك ياكل اي حاجه، ينام، يريح حاجات بسيطه جدا، واضطر ان انا انزل بيه تمرينه من 5 مثلا يخلص 7. فالولد دراسة مع مذاكرة مع دكتور، فبقى مجهود عليا أنا أكتر منه، لأن هو بقى محتاج كمان إن أنا أبقى مركزة معاه. فهو بسم الله ما شاء الله، كان الأول في المراحل الأولانية كان الموضوع بسيط، أما دخلنا بقى في سنة رابعة ودخلنا على 5 فالمواد بتكتر، فالمسؤولية بتكتر. بس هو في حاجة عايز أقولها لحضرتك، عندك الرياضة في حد ذاتها بتدي ثقة كبيرة قوي قوي في النفس، بتنظم الوقت، بتخلي الولد نفسه من غير ما أنا أوريدي بتكلم معاه أو أقول له أعمل كذا أو سوي كذا، يبقى جاي من المدرسة عارف ورا إيه والتزاماته إيه، فهو بقى محدد كل أولوياته يعمل إيه. عنده التمرين دلوقتي بقى هو من أولويات حياته بعد المذاكرة، فبدأ ينظم هو من نفسه الوقت، فدي حاجة طبعاً بسطاني جداً الحمد لله. طيب أنا عايزاكي تكلمينا عن معاناتك أنتِ كأم لثلاث أبطال، فأنا حابة أعرف منك معاناتك اليومية معاهم في التمرينات بيبقى شكلها إيه لصالح وإخواته البنتين التانيين؟ بصي، هو اليوم بيبقى من أوله، لأن أنا بقضي هنا أكتر من 5 أيام في النادي، فطبعاً عشان أقوم من بدري وأجهز بيتي، لأن أنا برضك عندي أولاد تانية وزوج، فبضطر إن أنا أنظم أولوياتي، الأكل والشرب عشان يجي يتغدى مثلاً ويشوف وراه إيه وينزل. فأنا بحدد أولوياتي من 1 ل2 ل3 عشان أما أجي النادي ما يبقاش ورايا مسؤوليات تانية، لأن أنا لو أهملت في مسؤولية كل الأمور هتبقى فوق دماغي فمش هينفع، فبضطر إن أنا أنظم الوقت معاه. طبعاً الوقت بقى صعب جداً، مش عايزة أقولك إن أنا ببقى بجري وبجهز وبعمل، بس معاناتي كأم ما لا توصف يعني، بس ما بقدرش اتكلم اعمل ايه، فبضطر ان انا يعني اضغط على نفسي شويه عشان خاطره. نزوله النادي دي مسؤوليه تانية خالص، انت لازم تبقى مركزه معاه، لازم تفهم اللعبه، لازم انا عشان افهم لعبه الكاراتيه لازم دخلت كتير على اليوتيوب عشان اشوف اللعبه اساسها ايه وبتعمل ايه، افهم الحركه ايه. فانت بتذاكري يعني، انت بتذاكري معاه تبقى عارفه امتى يجيب نقطه وامتى دي بره وامتى دي هتعمل. فلا معاناه تانية، انت بتذاكري كانك بتذاكري ماده تانية. نفس الحكايه في الباليه، نفس الحكايه في العاب القوه، بتجيبي فيديوهات وتبصي عليها لان انت محتاجه تبقي قاعده فاهمه انت ابنك بيتصرف ازاي في اللعبه دي، امتى ابنك اخطا، امتى ابنك اشتغل كويس، امتى تكاسل، امتى كده. في حاله ما ابن بيحس ان هو بدا يبقى يبان عليه الكسل او ان هو اهمل اللعبه، فبضطر ان انا بشجعه. الحافز بتاعي ان انا بقعد اقول له انت بطل، انت بطلي، انت حاجه كبيره قوي، انا عايزك تبقى كبير، انت لما بتفوز بتفوز ليا انا، لان انت تعبي ده هو فوزك، انا بفرح بتعبك ده. فهو بسم الله ما شاء الله ما بيفوزش اي بطوله يعني قدام اي حد، انا فزت عشان خاطرك انت يا مامي، فانت بالنسبه لي الحافز الكبير قوي، فالحمد لله. هما اللي بيدفعوا الآباء لأنهم يجروا ورا أولادهم ويتخانقوا معاهم في البيت ويتحملوا مسؤولية المذاكرة والنوم والعلاج. فإذا كان في سر حقيقي ورا تفوق الكاراتيه في مصر، أنا شايف إنه الستات. فلا أملك غير إني أشكرهم، أشكرهم كأمهات، أشكرهم كلاعبات. الأمهات هم برضو يعتبروا زي أولادي، واللعيبة تقريبا كلهم أولادي فعلا. فدي ظاهرة ملفتة للنظر. بتهيألي لو الستات بقت مسؤولة عن الإدارة التنفيذية في الرياضة، إحنا نحقق نتائج كتيرة جدا أكتر من نحققها. إنهم زي ما نجحوا في الكاراتيه
ممكن ينجحوا في باقي الألعاب. يعني يا ريت يجيبوا مدير إداري لاتحاد كرة القدم واحدة ست، على الأقل هتظبط الأداء وتدينا نتائج أفضل، أنا متأكد. كلمينا عن معاناتك في البطولات، لان وقت البطولات بيبقى صعب جدا جدا ومجهد جدا، وتمريناته بتبقى اكتر، والاوقات فيه بتبقى اكتر بره البيت، وبيبقى مجهود كبير على الابن وعلى الام. حابه انك تعرفينا بقى المعاناه دي بيبقى شكلها ايه. بصي، المعاناه بتبقى التمرينات مكثفه جدا جدا جدا. انت ممكن تقعدي هنا في القاعه من اكتر من ساعتين، وانت قاعده على كرسي منتبه، خايفه عليه يتصاب، خايفه عليه يحصل له قدر الله اي شيء. المعاناه بقى في الاستاد، ان انت ممكن بتروحي بقى، مش عايزه اقول لك كميه الناس اللي بتبقى موجوده، ازاي تبقى مركزه مع ابنك مع العدد اللي يبقى موجود في الاستاد. فده بالنسبه لنا معاناه جدا، ان انت تدي لابنك حافز تقف تشجعيه عشان بس يسمعك ويعلم سامعك ولا مش سامعك، بس انت واقفه شاده اعصابك خايفه عليه. ده اولا، نفسك يفوز، نفسك هو يفرح باللي بيعمله، مش عايزاه يخرج من الملعب ان هو حاسس انه قصر في شيء او انه بتعب وما خدش حقه. فدي بالنسبه لنا معاناه، ان انت بتبقي قاعده مركزه معاه جدا، بتبقي قاعده مبسوطه فرحانه خايفه. فالحمد لله، الحمد لله يا رب ما حد يشوف حاجه وحشه في ابنه ان شاء الله. ولادنا بيحبونا قوي قوي قوي، بيحبوا يسعدونا قوي قوي، لانه احنا ربنا فيهم زرعه الرياضه والحب، وان هم يبقوا ما شاء الله ابطال، فدي حاجه كويسه قوي. مفيش حاجه اسمها داخل على بطوله او بيستعد للبطوله، دي عاده مصريه موجوده في الرياضه وفي التعليم وحتى في العلاج. ما اروحش للدكتور الا ودرسي هيموتني، ما ذاكرش الا ليله الامتحان، ما اشدش في التدريب الا قبل. الكلام ده مش مظبوط. المفروض ان الولاد دي تشتغل 11 شهر في السنه عشان توصل لمستوى معين، والبطوله تبقى تحصيل حاصل، نتيجه لما تم فعلا. مش انا بستعد للبطوله، لا، انا عايز اعمل جيل متفوق متميز قوي، لما تيجي البطوله نجربهم نشوف مين فيهم طلع احسن من التاني. انما العكس انا شايفه مش مظبوط، ومش تربوي ومش رياضي ومش علمي، وما بيأديش لنتيجه كويسه. ولو عملنا كده في الرياضه والتعليم والصحه والزراعه وكل حاجه، ان احنا نشتغل مظبوط بغض النظر في حد هيشوف ده ولا لا، يعني نتقي الله من الاخر. ينزلوا يتفرجوا على الموجود، واللي متاح لاولادهم يجربوا لعبه واثنين وثلاثه لحد ما يحس ان الولد جاله مساحه ان هو حابب اللعبه ديت، استمر فيها. فيعني ربنا يبارك لكل ام واولادها يا رب، ويخليهم لها يا رب. احنا سعدة بيكي جدا، وميرسي ليكي وشرفتينا، وكلنا فخر بيكي وبكل الامهات البطلات اللي زيك. ميرسي. ما تحرمش منك ابدا، وربنا يخليك ليا دايما يا رب، ويخلي كل اولادنا يا رب ويفرحنا بيهم باذن الله. انا بحب ماما عشان اللي بتقدري تمرين، وهي اللي بتقف جنبي في البطولات، وهي اللي بتشجعني عشان اكون بطل. انا بحبك قوي يا ماما، وبحب اشكرك. حلقتنا النهاردة من برنامجنا البطولة أمهات، وانتظرونا في حلقة جديدة مع بطلة قوية جديدة، وإلى اللقاء.